نحن أمام شظايا في كل هذا النص ما بين التاريخ والجغرافيا طبعا ما بين والأشكال من الخيال العجائبي والعلمي في ذات الوقت. لكن سرعان ما نستطيع أن نلملم مثل هذه الخطابات جميعا إذا ما أمعنا النظر في الإهداء الأولي ونهاية النص. في الإهداء تقول لنا هالة البدري أكتب لتقرأ ربما تعرفني، وفي نهاية النص تقول لنا إن إحدى السمات المميزة للعمل الثقافي القمعي التي لا يدركها أبدا المتخصصون والمخلصون السذج في آن واحد معا والمشاركون في النشاط الدائر هي تأكيد النظرة التي تحصر المشكلات في بؤر بدلا من رؤيتها بوصفها أبعادا لكل واحد. إذن هذا الجمود المتناثر وهذا العالم المجنون الذي نشعر به من حولنا وهذه الشظايا التي تتلاطم حولنا من كل يعني تتقاذف علينا من كل مكان حتى لا نستطيع أن نلم بكل أنواع الخطابات التي نتعامل معها يوميا بدءا من الإعلام للحاسوب، كل هذا موجود في النص على تقارير صحفية أخبار علمية، كل شتات الخطابات دي هذه لابد لها من قارئ، قارئ يستطيع أن يرى في هذا الشتات والتناثر ليس معنى واحد ولكن معنى له أبعاد كثيرة وطبقات كثيرة من الدلالة والمعنى. إذن المعني بفك طلاسم الرواية التي مبناها من مبنى العالم الذي نعيشه من بتاريخه الممتد ومساحته الشاسعة التي طالت أضيفت إليها مساحات الفضاء، كل هذا لابد لنا أن نعيد قراءته ولكن قراءة جديدة، قراءة إنسانية تغوص إلى قلب هذا العالم تاريخا وأرضا وكلمات وخطابات. هذا هو المبنى الذي أقامت أو شيدت عليه هالة البدري بعبقرية هذه الرواية التي تبني العالم بقدر ما تبني قارئ يحاول أن يلملم هذه الشظايا وينفخ فيها معنى ذي أعمق.